الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن طلاب في الجامعة ولدينا مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس ما عدا الفجر، وهو ليس ببعيد، قريب من الكليات، لكن كثير من الطلاب يصلون بالكليات حيث وضعوا سجادا في ساحة الكلية، فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليهم الصلاة في الجامع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الصلاة جماعة في المسجد من جملة الواجبات العينية على كل مكلف من الرجال، فلا يجوز للإنسان إذا كان قادرا على شهود المسجد أن يتخلف عن الصلاة في المسجد بسبب عمله أو بعذر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصلاة على الرجال جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وإذا كان المسجد قريبا عرفا من الدائرة التي تعمل فيها، فإنه لا يجوز لك أن تتخلف عن شهود صلاة المسلمين في بيوت الله، حتى وإن كانت هناك مصليات في الأسياب أو في بعض الباحات الكبيرة أو في بعض الصالات في دائرة العمل، فإن هذه الجماعة لا تغنيك عن شهود جماعة المسجد، فإن الجماعة التي أمرت الأدلة بها إنما هي جماعة المسجد، ولا ينبغي اعتماد أي جماعة أخرى خارج المسجد إذا كان المسجد قريبا منها. فإن من أصول تشريع صلاة الجماعة أن يجتمع المسلمون في مكان واحد في بيت من بيوت الله، أما أن يتوزعوا قزعا، هنا جماعة وفي السيب الثاني جماعة وفي الغرفة الفلانية جماعة وفي المسجد جماعة، فإن هذا لا يجوز. فعلى الجماعات التي تصلي في أسياب الدوائر وفي صلاتها أن تذهب تصلي مع جماعة المسجد، فجماعة المسجد هي المعتمدة شرعا. بل إن بعض أهل العلم نص على أن من أقام صلاة جماعة خارج المسجد مع قدرته على صلاة الجماعة في المسجد فإنه يعطى صلاة المنفرد ولا يأخذ أجر الجماعة، لأن الجماعة التي رتبت الشريعة عليها 27 درجة مقيدة بالمسجد، مقيدة بالمسجد. فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن شهود المسجد حتى وإن وجد جماعة تصلي خارج المسجد، ما دام المسجد قريبا والذهاب إليه والمجيء منه لا يوجب تلاعبا ولا تملصا لبعض الموظفين عن الدوام، فحينئذ يجب عليكم جميعا أن تحيوا بيت الله عز وجل بالجماعة، والله أعلم.